ابتدى يختفي الاوفر برايس، بس الانخفاض هامش الربح لسه زاد شويه، عشان كده الناس بتوع الغرف ده برضو راجع للتجار. تجار طبعا. انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني حضرتك قلت ان احنا في مجال الصناعات المنزليه، الاجهزه المنزليه، يعني مثلا لو قلت على سبيل المثال الغساله ممكن تخرج من المصنع بسعر كام؟ انا مش عايزه الماركه بس الافريج، يعني الرينج بتاعها. لا انا دلوقتي وانا قاعد معاك صعب ان انا اقول لك الاسعار، لان انا ما اعرفش البضاعه اللي خرجت من المينا اتدفع عليها ارضيات كام وجمارك كام والقصص دي كلها كام. احنا ما دبرناش دولار عشان نخرج الحاجه في وقتها، احنا دافعين غرامات لبعض شحنات اكتر من ثمن الشحنه نفسها. هضرب مثال، اللي كان موجود عند حضرتك قبل كده وخرجته وبعته ونزل السوق، كان الفرق مش الفرق الكبير في السعر، مش الفرق الكبير في السعر اللي بيبيه بيه التاجر، مش الفرق. لا 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 خالص. بنسبة قد ايه؟ طب يعني على سبيل المثال انا مش عايزه 30 او 40% يعني. 40% في بعض حاجات. فانا بس اللي عاوز اقوله لحضرتك ان ما ينفعش ان حد يطلع سواء من اي جهه يقول للناس ما تشتروش. عدم الشراء دوت هو مش عارف ان هو ينعكس على حاجات تاني كتير ممكن تزود السعر. لان انا لما 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 اقول للناس ما تشتريش، انا كمصنع ما اشتغلتش وعندي تكاليف ثابته هضطر ادفعها، فاضطر التكلفه بتاعتي تزيد، فالتكلفه هتزيد. ما الناس مش عارفه تشتري بالاسعار اللي موجوده. لا الاسعار هتظبط لوحدها لما الدولار يثبت، ولما البنوك تدبر عمله وتفتح اعتمادات بسرعه، ولما الحاجه تيجي المينا اخرجها بسرعه وادبر لها الدولار بتاعها، ساعتها السلسله كلها هتبقى ماشيه مظبوط. غصب عن الناس كلها السعر هيظبط. حضرتك شايف ده ممكن يحصل في الفترة دورة دي في خلال قد ايه؟ دورة بس، يعني دورة اعتقد بتظبط امتى بقى؟ هي دورة بدأت يعني مش عاوز اقول لسه ما بدأتش. نقعد 3 شهور؟ في حدود 3 شهور، الدورة بدأت. لو نقول لو بدأت من شهر مثلا، فاحنا قدامنا من شهر ونص لشهرين تبتدي تسمع في التكلفة عندي. بس بالشروط اللي انا قلت عليها، بالشروط. احنا ما اشترطش على حد. واحنا بنثمن جهود الحكومة. تعاون. الحكومة بتبذل مجهود كبير جدا، وهي كانت معذوره في الفتره اللي فاتت. لكن اللي انا اقصده ان لو الدنيا ظبطت ان انا دولار يثبت سعر، والبنوك تدبر الدولار اول ما افتح اعتماد او اودي اعتماد، البنوك تفتح الاعتماد، لما الحاجه تيجي المينا تخرجها لي بسرعه، ما ادفعش ارضيات وغرامات. في الحاله دي التكلفه هتتاثر والسعر لازم يتاثر والسعر لازم يظبط. وانا من مصلحتي السعر يقل وانتج اكتر وبيع. بس فكره المقاطعه في حد ذاتها هي بتبقى بتنجح، لان التاجر غصب عنه، احنا بقى بعيدا عن حضرتك. أيوة. التاجر غصب عنه هيضطر انه يبيع، ما انا قطعت يعني مثلا حمله المقاطعه بتاعه الاسماك مثلا، ما هي هتنزل السعر، ما انا لما هلاقي السمك عندي هيبوظ، ما انا يعني هبقى رحيم شويه. معاك حق، هي المشكله كلها البؤره كلها هنا التاجر. انتوا بتقعدوش مع غرفه للاسف احنا في اتجاهات شويه، كل واحد مشغول بحاله. لسه بنقول تعاون. ده بقى دور، مش احنا بنقول الحكومه بتحاول تنزل الاسعار؟ يبقى لازم الحكومه تجيب الناس بتوع الغرف التجاريه، كل الاطراف والغرف الصناعيه، ونقعد مع بعض نشوف نقدر نعمل ايه مع بعض. الحكومه بتقعد معاكم؟ لا، احنا لسه لغايه دلوقتي ما فيش جديد. يمكن هم قعدوا في موضوع السلع الغذائيه. ايوه، عشان وعشان كده نزلت. لكن مش معناه ان انا بقول ايه هم يقعدوا معايا عشان ينزل، لا احنا بننسق الموضوع. لا احنا عايزينهم يقعدوا معاك عشان تنزلوا. ما هننزل ايه؟ ننزل لما تكلفتنا كمصانع تنزل. لكن ممكن ينزل لو اتفهمنا التجار معانا، الموضوع ممكن يتحرك شويه. يتحرك بنسبه قد ايه؟ لا ما